قلت بربي كي تنحي انت الخازري تنحي المساكني تنحي السليم ما تنحيش خازر اسمعني اللي هم ماهمش يلعبوا قلت في جمعياتهم اعطيني اليوم شكون خير منهم عندنا في المنتخب في تونس ها باش نقول لك انا شنو شوف وقت تقول لي شكون خير منهم احنا في السنوات الاخيره هذوما كل احنا نعطيه الافضليه المطلقه للتوانسه اللي يلعبوا في الخارج حتى واذا كانوا هذوك مون ديفيكولتي حتى كانوا مش بيرفورمون حتى واذا كانوا ما جاوبنيش اعطيني شكون خير منهم ثم انا شوف ساعه ما تجيش تحط واحد في الاكيب ناسيونال تحطه في الاكيب ناسيونال باش تلعبوا النهار الاولاني ثم عديد وعديد من الجوالات سميلي مثال اللي ثم موجودين سميلي مثال موجودين نقول لك جلاسي نقول لك حتى او نيفو دي جارديان يا معناتها ثم دوتر جارديان ثم برشا ملاعبين ما جاوبتنيش على الثلاثه هذوما شكون افضل من الثلاثه هذوما يسميتهم لك انا مش افضل ثلاثه هذم انا ثلاثه انا ملاعبي ثم مبدا انا ملاعبي اني با كومبيتيتيف ما يلعبش في الليكيب نتاعو ما جاوبنيش ما تحفزوني اذا كان يختلفوا معاه في برشا حاجات سامي لكن نتفقوا اليوم كما قال كما قال ما عندناش مهاجم اليوم في المنتخب اي ما فماش مهاجم لا هو سامي ديريكت داخل معاك ودي الجاري وكونفوكاسيون وجورنيات ودنيا واحد لا 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 ما تقولنيش ما تقولنيش هو اللي قلته ثم مشكله في الكوره نتاعنا اسمها ودي الجيري هذه نعرفوها خليك كمل سامي اي اي تحكي لك انا احكي لك على ليكيب ناسيونال وحكيت لك على ديتاي تكنيك سامي خليك كمل لا لا ممكن يقولوا مثلا ودي الجيري تدخل يدخل في 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 ويهبط خلي يكمل بعد جيو لا ولا ما يدخلها ولا ما يدخل مش دخل في ملاعب مش يلعبها لا ولا ما يدخلها في ملاعب مش يلعب انا قريب برشا ونعرف وقالوا بون وريني قول لي قالوا حتى مدربين قالوا حتى مدربين قول لي اعطيني قول فوز البنزرتي قال يعطي رايه وظهر لي حتى هو ما قالش قلت لي بريزيدون في العالم يحكيهم على المدربين على الكره عادي شنو يا اخي هو واحد لا لا يحكي اما لا لا اما لا كره فوالا تدخل لا لما هو تدخل لي وديع الجاري نحكيو على الكره معناها تدخل في ليكيب ا معناها عندهم لاعبيه عيط لهم هو بيان سور ماذا بين نعرفوه قول لي بين نعرفوه ما نعرفش نعطيك انا المعلومه بالطبيعه قول لي شكون انت هاك تريني انت اي هاك تريني ما تعرفش الكره ما تعرفش شنو اللي صاير في الكره نتاعنا ما تعرفش في ميتون دا ماتش اوفيسيال يهبط يتكلم مع الجوارات لا سامحني عاد شنو المشكل شنو المشكل معناتها رئيس جامعه يهبط بتبيعه مش يعدي مثال نتاع مش كوره مش يعطي يا اخي مش يشجعهم كان انت كمدرب كان انت كمدرب تقبل أن الرئيس نتاعك يدخل في الميتان للفيستير نتاعك ويتكلم كوره مع الجوارات كوره يتكلم كوره لا لا ما نقبلش يتكلم كوره لا لا تخلع يحكي على الكوره هو قال يحكي على السينما لا باش يموتيفيهم لا لا سامي لا ما نتصورش